Mini studio. Mini studio. Mini studio. وصار وقت من الاستوديو على الام تي في دايما بهالوقت مثل انا ودومينيك معكم او كيكي كمان بتكون معنا لنقدم لكم حلقه منوعه بكل فقرات اللي بتنطرون كل يوم. اليوم رح نبلش بالكويستشن اوف ذا داي على السريع. حضروا التويتر تبعكم بعثوا لنا على @من الاستوديو كلوب الجواب للسؤال يلي بيقول سؤال تبع اليوم هو وين خلق ليوناردو دافنشي؟ بتعرفي مين ليوناردو دافنشي؟ اللي بيرسم ما هيك؟ صح، الرسام الشهير كثير يلي رسم الموناليزا يلي عم نشوفها هلا على التي في قدامنا. فاذا وين خلق ليوناردو دافنشي؟ بعثوا لنا على @من ستوديو كلوب واكيد بالاخير رح ننقي من عندنا من هون من السيستم شخص رح يربح 2 فري تيكتس لكيدز موندو. هيدا ليوناردو دافنشي اللي عم نشوفه هلا بالصوره. وين خلق؟ بعثوا لنا على @من ستوديو كلوب. رح نكفي. انا بعرف. بتعرفي وين؟ هلا بنشوف اذا رح. بس مش رح يكون. حضرتي مظبوط. هلا بقول لك لك وانت قل لي اذا مظبوط او لا، بس بعتقد مظبوط لان تعلمنا عنه بالمدرسه. وباخر الحلقه رح نشوف شو هو الجواب الصحيح واكيد مع اسم الرابح. وهلا رح نبلش حلقتنا على السريع مع لاكي تو بيونغ. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني مع كيكي بميني ستوديو، بدي أعيش ببيت معمول من البونبون والشوكولا ما بيخلصوا أبداً، وبدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية لنعبتي. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. كيف معقول نشترك بلاكي تو بي يونغ 1 مينت ات بي ال اف؟ الجواب كثير هين، كل عليكم تعملوا تفوتوا على الويب سايت او السيت يلي بيقول www.luckytobeyoung.com. ونس بنفوت على هذا السيت بنفتح الكيدز سكشن، من خلال الكيدز سكشن بنقدر اكيد نتسجل. هيدي الكيدز سكشن عم نشوف قد ايه هيدا السايت، بس يفتح قد ايه هيك بيطلع دومينيك. كيدز سكشن بنكبس عليها، نرجع على الانكادرومون يلي على جنب الشاشه بنكبس عليه كمان نتسجل لنربح $100 وبنعبي الفورم يلي موجوده وكل المعلومات اللي مطلوبة. نحن وانس بتوصلنا هيدا الفورم اكيد بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تتجوا لعنا وتربحوا اكيد مع بي ال اف وميني ستوديو $100 حساب اسمكم بالبنك وحصومات بمحلات عديده. هلا دومينيكا حنبلش مع اول مشترك او مشتركه؟ لا اليوم عندنا مشتركين يلي هن كلاريتا ونور. اوكي بدلش مع كلاريتا. بيان سور. يلا. الو؟ كلاريتا ونور عمرهم 10 كثير بعد بجهز الخط. دومي ضروري نذكر كمان الكل انه ما بقى فيهم يشتركوا عبر البيج تبع ميني ستوديو، كل يلي عم بفوت وبيبعث لنا مسج على ميني ستوديو رح نبعث له اللينك يلي من خلاله بيقدر يشترك اكيد، ونحن هينا اكثر كمان لانه حطينا بوست على البيج تبع ميني ستوديو اللي من خلاله بتقدروا انه اكيد تشتركوا، وحتى فيهم يتمرنوا على هيدي اللعبه على الويب سايت هو ذاته www.luckytobeyoung.com. نور از ريدي معنا على الخط، رح نحكي معها هلا ورح نشوف قد ايه رح يكون السكور تبعها. الو؟ قطع؟ اجين؟ اللي بدي اقول شغله انه نحن اليوم وهلا من بعد ما تخلص الحلقه رح نكون بسيتي مول، عنا شو من الساعه 5 للساعه 7، فاذا اكيد هلا بس تخلص الحلقه الحقونا على سيتي مول كرمال نغني ونرقص ونتسلى كلنا. يلا رح نقول الو لنور. الو؟ الو؟ هاي نور. هاي كيفك؟ نيحة. جاهزه لتلعبي 1 مينت قد بقى الاف؟ ايه. يلا دومينيك مع الاسئله صح؟ يلا بيان سور. يلا رح نبلش معك يا نور. الكرونو قدامنا على الشاشة. 3 2 1 top. 6 plus 2 8 48 moins 8 40 5 plus 8 13 5 moins 3 2 4 plus 6 4 plus 6 كتير هينة. يلا 4 plus 6 50 لا 30 plus 10 40 7 plus 8 40 7 plus 8 5 5 plus 1 6 7 moins 4 3 6 7 plus 6 وبعد فيه 10 ثواني 8 moins 3 يلا اسرع 8 moins 3 5 5 moins 3 9 moins 8 يلا moins 1 36 moins 6 وخلص الوقت خلص الوقت.
رح نشوف يا نور قد ايه قدرت تجمعي بهيدي اللعبه وقد ايه السكور تبعك لليوم هو 900 نقطه. برافو يا نور، سكور تبعك عالي، بس اللعبه بعد ما خلصت. في مشتركه ثانيه اللي هي كلاريتا هلا بعتقد، رح نجرب نرجع نتصل فيها لانه انقطع الخط، ما عم بيعلق كثير عندهم. بدي اذكركم كلكم مره جديده انه كلكم فيكم تشتركوا بهيدي اللعبه عبر www.luckytobeyoung.com. وبدي كمان اذكر بالكويستشن اوف ذا داي لليوم يلي بيقول وين خلق ليوناردو دافينشي؟ سؤال كثير هين، فوتوا على تويتر @ministudioclub وبعثوا لنا اكيد الجواب الصحيح. نحن بالاخير الي فرجينا تويت تويت منشوف او لك تويت هلا. خلينا نشوف تويت في اجوبه اوريدي عن السؤال. انا بعرف كثير اجوبه، اولويز تويتر از اون فاير صراحه. خلينا نذكر كمان بوسائل السوشيال ميديا الثانيين اللي هن فيسبوك ميني ستوديو وانستغرام @ميني ستوديو تي في شو وتويتر @ميني ستوديو كلوب. هلا خليني اقول شغله لكل يلي بده يشترك معنا، ان كيس ما علق الخط مع كلاريتا اتصلوا فينا على 0444444 ليلي بده يشترك ب 1 مينت ات بي ال اف. اذا ما علق مع كلاريتا هلا رح نطلع بريك، ومن بعد البريك بنرجع وبناخذ ثاني متصل او ثاني مشترك معنا. فاذا 0444444 لتربحوا $100 باسمكم بالبنك، اكيد حصومات بمحلات عديده. باك تو تويتر لنشوف الاجواء على تويتر كيف عم بتكون والعانه. اوكي في عنا الين عم بتقول بايطاليا، شو قولي؟ ما بعرف هلا بنشوف. في عنا نقول في عنا جاد عم بيقول كمان بايطاليا، في عنا ما بعرف شو الاكونت صعب شوي انه الفوزو عم بيقول انه بسبين، في ديانا عم بتقول بايطاليا ايطالي، في كمان عنا. فاذا كفوا ابعثوا لنا الاجوبه تبعكم عن السؤال اللي هو وين خلقان ليوناردو دافينشي، تبعتوا لنا اياهم على @ميني ستوديو كلوب. هلا رح نروح بريك كثير صغير وبنرجع بنجي. خلينا نذكركم ناطرين اتصالكم لا تلعبوا وتربحوا $100. 0444444 رجعين. ميني ستوديو. فانيسا صارت معنا على الخط، رح نلعب معه ورح نشوف قد ايه رح يكون السكور. يلا تعال اعطيك الاسئله. يس الو فانيسا. نعم. جاهزه ل 1 مينت بي ال اف؟ نعم. وبدك تجمعي سكور كثير عالي؟ نعم. شو بدك تعملي لما تصير كبيره يا فانيسا؟ بدي اعمل دكتور. ما سمعت؟ دكتور. طيب يلا رح نشوف قد ايه رح تقدر تجمع سكور. 3 2 1 توب. 3 بلس 9 12. 1 بلس 6 7. 13 plus 4 11. غلط. 3 plus 10 10 كمان غلط. 5 plus 2 7. اوكي 5 plus 6 11. 11 جواب مظبوط. 9 moins 4 5. صح. 5 plus 7 ما سمعت. 5 plus 7 12. 9 plus 3 11. 12 رح نحسبها مزبوطة. 50 موان 10 40 كمان مزبوط. 1 بلس 7 8 14 بلس 4 عندك 10 سكند. يلا 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 فانيسا. 8 موان 2 6 18 موان 9 9 وخلص الوقت إلي. وخلص الوقت. اوكي رح نشوف السكور تبعك يا فانيسا. قبل تتذكر قد ايه جابت نور؟ 900 كانوا. رح نشوف السكور تبعها قد ايه لفانيسا. 1200. برافو يا فانيسا، لعبتي كثير منيح وقدرتي تجمعي سكور كثير عالي، وما هيدا السكور بتكوني انت يلي ربحتي معنا. رح نشوف كلنا سوا شو الهديه تبعك. بانك ليبانو فرانسيز بيقدم لك اللاكي تو بيونغ كارد، بطاقه من خلالها بتقدري تحصلي على حصومات بمحلات عديده، حساب باسمك ببنك ليبانو فرانسيز مع اكيد $100. الف مبروك. أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. اليوم في عنا لعبة حلوة كتير صح؟ مع جوي كلاب رح نتعرف عليها كلنا سوا. جبتها دومينيك وفي عيد ميلاد حدا كمان. وفي عيد ميلاد حدا كمان، كل هالمعلومات مين صاحب عيد الميلاد وشو رح يربح أكيد وشو اللعبة يلي مع دومينيك نكتشفها هلا مع جوي كلاب. دي كادو ديزي
دومي اللعبه يلي جبتيها كثير كثير حلوه ومهضومه عن جد، حطيها اذا بدي يكون اسمها بيبي ميكي. بيبي ميكي عم نشوفها هلا على الشاشه الي، بس دورها وحتى اون كثير رح تضحك لانه ما رح تصدق انه اف هي اللعبه هيك بتعمل. طيب حطيها على الكرسي اذا بدي يكون هون. يلا هون احلى دومينيك بعتقد. وعمل ايديه هيك صح؟ جويلة ألانسي. ها أنا لح أزيح دومي ما يلا برافو. هلا هو بزلت لي إياها بدك يبليك إياها هلا؟ إيه بيانيت لح أرجع شوف أجان؟ إيه إيه كتير حلوة عم بغني معك كتير مهضوم بغني معنا. ها هلا عم بقول لي إنه لانس لبال يلا اتراب لبال أتخفي فلا اوكي هلا بكمل لك اياها وانس وصلت على ايده. قد ايه حلوه هاللعبه وخصوصا لاصحابنا يلي كثير صغار، يعني اذا بدنا ناخذها كادو لحدا صغير بنقدر ناخذ له هيدي اللعبه بعيد ميلاده اكيد. كثير مهضومه بنحطها اوف هلا، وهلا صار وقت انه نعيد حدا بنهار عيد ميلاده الي. قبل بس يوم عيد ميلاد خيي بدي اقول له هابي بيرثداي، هابي بيرثداي فريد، بما انه بلبنان هو بامريكا هلا رح ابعث له فيديو انا عامل له هابي بيرثداي. اوف بدنا نعيد عيد ميلاد حدا كمان. عيد ميلاد مين اليوم؟ هلا بنشوف كلنا سوا نقول الو. الو. 2 3 الو بول. الو بول. الو كيفك يا بول؟ منيح منيح. اليوم عيد ميلادك صح؟ ايه. بتعرف مين عم يحكي معك هلا؟ لا. معك شب وبنت من ميني؟ ايه ستوديو. ستوديو. انا ودومينيك يا بول من ميني ستوديو. صح حبينا نقول لك هابي بيرثداي، انت هلا لايف على الهواء، حبينا نعيدك بطريقه سبيسيال اليوم على عيد ميلادك، وجوا كلوب كمان رح يعيدك بطريقه مميزه ورح يقدم لك كادو رح نشوفه كلنا سوا قدامنا على الشاشه. كادو واو الفورميلا 1 من جوا كلوب، هديتك حلوه كثير يا بول، تقدر تستلمها بمجرد انك تتوجه على اقرب فرق لجوا كلوب على بيتك، بتعطيهم اسمك اكيد بيطلبوا وهن بيعطوك منك المعلومات المطلوبه وهن بيسلموك الكادو. الف مبروك وعقبال المية. إلي كمان اليوم عيد ميلاد هادي، بعث لنا صورته على السوشيال ميديا على فيسبوك وقلنا انه اليوم عيد ميلاد هو بدنا انه نقول له هابي بيرثداي، رح نشوف صورته هلا كلنا سوا على الشاشه كثير مهضوم. هادي هاي هادي كثير مهضوم هيدي الصوره بدنا نقول له هابي بيرثداي اتس ماي بيرثداي اتس يور بيرثداي هادي عقبال المية اكيد، وبوسه كثير كبيره من كل ميني ستوديو تيم. باخر الحلقه رح نختم مع الرابح لليوم، سؤال كان وين خلق ليوناردو دافينشي؟ في كمان بالاخير شرب البحري عم بيقول انه ما حط الجواب عم يحكي شيء ثاني. ادمين ستوديو كلوب لكريستيان بدور عم تقول بايطالي، اما الجواب الصحيح فهو شو اقول لك دومينيك؟ انا بقول ايطالي لانه انا قلت الايطالي مضبوط. بس بقى نشوف مين يلي رابح معنا، سيستم رح ينقي عشوائيا اللي رابح رح نعرفه هلا. ديانا ابو الحسن، ديانا ابو الحسن انت يلي ربحتي معنا اليوم تو فري تيكتس لكيدز موندو، اكيد الف مبروك لك لانه عرفت الجواب. اكيد ليوناردو دافينشي خلق بايطاليا، هو رسام معروف كثير ورسم عده لوحات كمان مشهوره مثل الموناليزا. هيدا الكادو لك يا ديانا. صح ديانا سوري. حلقة من استوديو لليوم خلصت، نحن موعدنا معكم بتجدد بكره بنفس الوقت. بتجدد هلا لقونا بالسيتي مول على الساعة 5 بالسيتي مول، انا ودنيك رح نكون هونيك، بنحبكم كثير وبنشوفكم. باي باي. ميني ستوديو.